ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حابه اكلمكم عن ارخص واجمل زيت جربته للهشام بتاع الشعر ولترطيب الشعر. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، يلا بينا. النهارده حابه اكلمكم عن الزيت دوت. الزيت ده اسمه او ار اس بزيت الارجان. ده شكله، عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش عامله حسابي ان انا اشتريه تماما، ولا اساسا كنت اعرفه قوي. انا كنت بشوفه بس على الفيسبوك، كان بيتباع اونلاين، بس اساسا انا كنت مفكراه سعره غالي، وما كنتش اعرف اساسا ان هو سعره رخيص قوي كده. كنت مفكراه كمان ان هو هندي. فلما كنت بشتري المشتريات بتاعتي وكده من المكان اللي انا بشتري منه، فلقيته بيبيع الزيت دوت، وفوجئت بسعره، ان هو كان سعره 25 جنيه. وفعلا في بعض الجروبات انا سمعت ان هو بيبيعوه غالي جدا، فقلت معقوله ان هو يكون تقليد وكده. فلما عملت سيرش وكده لقيته لا، هو اساسا سعره 25 جنيه، والصفحه بتاعته برضو قايله ان هو سعره 25 جنيه، اللي هو صفحه الشركه بتاعته. ما كانش فيه تقريبا حجم اكبر، هو الحجم دوت بس. فوجئت كمان اللي هو بيتباع عادي في الصيدليات، بس معرفش الصيدليات ايه بالظبط. وفوجئت كمان لما جه ان هو كمان صناعته مصري، ومن شركة اسمها دابر، اللي هي شركة دابر، اللي هي تقريبا شركة دابر أملة تقريبا، لأنه حتى نفس التغليف بتاع دابر أملة، بس مش عارفة، مش متأكدة إن أنا بقوله دوت صح ولا لأ. مكتوب عليه من ورا، أو الشركة كاتبة عليه من ورا، إن هو بيحتوي على زيت الأرجان المغربي وفيتامين إي، في نفس الوقت مكتوب برضو عليه إن هو بيقوي الشعر، بيصلح الشعر الضعيف، وفي نفس الوقت بيطري الشعر جدا. بس أشك إن هو موجود في زيت الأرجان المغربي بيور، لأن هو سعره رخيص جدا، وزيت الأرجان المغربي أساسا اللي هو الزيت البيور سعره غالي جدا، اكيد متزود ليه زيوت تانية، مش زيت ارجان صافي. وفي برضو فيتامين اي، وفيتامين اي برضو معروف للبشرة وللشعر ان هو مفيد جدا. بالنسبة للحجم بتاعه، الحجم بتاعه 100 ملي، معرفش فيه عبوات اكبر ولا لا، بس دوت الحجم اللي انا لقيته. بالنسبة بقى لتجربتي معاه، عايزة اقول لكم لا، اتصدمت كمان من نتيجته. النتيجة بتاعته ممتازة، بيهدي الهيشان جدا. انا مبدئيا كده انا شعري دهني بس هايش من تحت، بحب انواع الزيوت والسيرامات اللي هي بتهدي الهيشان وفي نفس الوقت بتطري الشعر. عايزه اقول لكم جبت الزيت دوت وما كنتش متوقعه نتيجته كده. كنت مجربه قبليه ايفا بالارجان، كان ممتاز برضو، بس عايزه اقول لكم دوت احلى كمان. اختي برضو شعرها جاف جدا وهايش، جربته كويس جدا معاها. الملمس بتاعه خفيف خالص، مش دهني ولا زيت تقيل، لا الملمس بتاع الزيت خفيف خالص. فلما جربته قالت لي الزيت دوت ممتاز، يعني هي اللي جات وقالت لي على رايي فيه، قالت لي الزيت دوت ممتاز، مطري شعرها جدا فعلا، منيم الهيشان خالص اللي في شعرها من ورا. شعرها كانت بتستخدم حاجات كتير جدا ما كانتش بيجي على شعرها، ففعلا لما اول لما استخدمته حسيت فعلا ان شعرها نايم خالص كانه مستشور، وفي نفس الوقت الهيشان اللي من تحت اللي كان بيبقى هايش فعلا مهديه نهائي، وفي نفس الوقت مطري الشعر من غير ما يكون مزيت الشعر ولا اي حاجه. بالنسبه لشعري انا، شعري انا دهني وبيهيش برضو من تحت، فبحتاج حاجة اللي هي في نفس الوقت تطري الشعر وفي نفس الوقت اللي هي ما تزيتش شعري، ان من اقل حاجة شعري بيزيت خالص وبيدهنن خالص، لان شعري دهني جدا. لما استخدمته هدى الهيشان خالص في شعري، كان بينعم شعري خالص، كان برضو شعري مكوي كده ومستشور. هو ينفع لكل انواع الشعر، زي ما قلت لكم الشعر الجاف، يعني شعر الجاف دوت ما فيش انشف منه، فهو مهدي الهيشان فيه خالص ومنيم الهيشان خالص، فهو ممتاز بصراحة. كتر ما هو بيطري فهيخلي شعرك لو دهني جدا هيخليه طري خالص، فلو شعرك دهني او كده حاولي تحطي اساسا نقطة بسيطة خالص منه، ما تزوديش في الزيت لو شعرك دهني جدا. لكن لو شعرك جاف وبيهيش حطي عادي جدا منه، مش هيزيد شعرك نهائي ولا اي حاجة. بعد ما بتستخدميه تلفي شعرك طاقية او دوامة، لان في بعض البلاد مش هتعرف يعني ايه طاقية، وفي نفس الوقت تفرديه هتحس ان شعرك زي المستشور بالظبط. بصوا ده القوام بتاعه، خفيف خالص، مش زيت تقيل نهائي. هو الشركه كاتبه من ورا ان هو بيتدهن، معرفش بيتعمل حمام زيت ولا لا، فهو اي زيت اساسا تقريبا ممكن تعمليه حمام زيت، بس هي الشركه مش قايله. بس انا كتجربتي انا كنت بحطه كدهان للشعر. بنصحكم بالزيت ده جدا لانه سعره رخيص، وفي نفس الوقت لو حد حابب اللي هو يجيب دهان، ان الاسعار الايام ديت غاليه جدا، في نفس الوقت في بنات مش قادره اللي هي تجيب السيرامات بتاعه الشعر اللي هي الغاليه جدا، فبديها بدايل رخيصه، وفي نفس الوقت البدايل الرخيصه مش اللي هي اي كلام كده وخلاص، لا ببقى مجرباها وقت كبير جدا. فعايزه اقول لكم دوت بديل لسيرامات غاليه. انا عندي اللي هو السيرم بتاع انرجي، انا خلصته بس عشان كنت جايباه، لكن عايزه اقول لكم ما كانش حلو خالص وكان سعره غالي. عشان كده بقول لكم ان مش كل حاجه رخيصه بتكون وحشه، يعني ده جايباه من شهر 11 ومجرباه وقت كافي جدا، اللي انا اقول لكم على رايي فيه بالظبط.
والريحه بتاعته حلوه جدا. بس ده كان رايي في الزيت دوت، حبيت اللي انا اقوله لكم عشان اللي حابب يشتري حاجات رخيصه. في نفس الوقت احنا الايام ديت محتاجين ان احنا نجيب حاجه تكون بدائل رخيصه للحاجات الغاليه، حبيت اللي انا اطلع واقول لكم على رايي فيه عشان لو حد حابب اللي هو يشتريه. بس كده يا حبايبي، ده الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنعمله انا واميره. مع السلامه.